المكتب التنفيذي للاتحاد الجيولوجي للشعب المنستير، وحيي الإخوة الأخوات الطراد النقبية اللي ستواكب فعاليات هذه الندوة، ونقول لهم حضرتكم أهلا وسهلا في جهة المنستير اللي هي جهتهم، ونشكر أيضا الأخ حبيب الهزامي كاتب العام الجامعة وكافة زملاء في الجامعة على ما يقدمونه من إضافة وإفادة في هذا القطاع، واختيار هذا الموضوع في الواقع هو منها في وقته، ونعيش فيه يوميا وخاصة في جهتنا، ورغم كثافة المؤسسات المتواجدة في الجهة ما تنجم منها كان المشاكل بطبيعة الحال، ويوميا والإخوة منها ممكن في النقابات أو في الجامعة يعرفوا، وباتصال يومي منها مع الاتحاد الجهوي ومع بقية الاتحادات الجهوية، فبالتالي منها موضوع يستحق كل أهمية وموضوع دقيق وخطير في الأمن واحد، لأنه بطبيعة الحال إذا كان نشوفه من بداية الثورة حتى اليوم العديد من المؤسسات اللي بطبيعة الحال أغلقت، العديد من المؤسسات اللي غيرت الانتصاب بتاعها في بلدان منها مجاورة، وعندنا أمثلة منها كثيرة في الجهة تقريبا حسب ما شفته أنا في دراسة قامت بها المنتدى الجهوي منها بالمنستير، أقرب أكثر من 87 مؤسسة اللي غلقت إلى الحد الآن تقريبا منها ما بين 5000 و5500 معناها موطن الشغل اللي فقدناه، والعديد من المؤسسات اللي مرشحة ممكن منها للغلق أو ربما ممكن مش تمشي إلى أماكن أخرى، وبالتالي نحب منها نقول لكم أنه منها المسؤولية عندكم بطبيعة الحال باش تشوفوا الآليات و شنو اللي يلزم باش تنقذوا معناها هذا القطاع، لأنه باش ما نقعدوش ربما ديما، لأنه كي نجيو نشوفوا نلقاو العديد من العناصر والعديد ربما من الإجراءات اللي خلات القطاع هذا يوصل معناها إلى ما وصل إليه، لكن ديما المسؤولية تتحمل معناها للعامل أو تتحمل المسؤول النقابي بدون ما ننظر إلى العوامل الأخرى اللي ساهمت معناها في اندثار المؤسسات هذه وساهمت في بركان المؤسسات هذه، باش احنا من بينه كما نقولوا نبداو معناها متحملين مسؤولياتنا، ما يسالش إن كان ثم معناها نقاط سلبية ممكن احنا معناها تحملناها نقروا بها ونقولوا هذا ممكن وين الخلل اللي احنا كنقابيين ممكن يلزمنا معناها نداركوه، وكأطراف أخرى يلزمها كيف معناها باش تحط اليد في اليد مع الاتحاد بجميع هياكله، لأنه ربما العقلية متاع النظرة إلى النقابة الأساسية كان عدو ولا كان ربما ممكن هيكل معناها باش يجي يخرب ولا باش يجي يحط العصا في العجلة، هذا معناها مو صحيح، وشفنا في برشا مؤسسات وان تكون نقابة معناها قوية وتكون نقابة ممثلة معناها انقاذ المؤسسة معناها ما يتأخرش، وان تبقى معناها مؤسسة ما فيهاش معناها هيكل ربما الهيكل ضعيف ولا عليه ضغط ولا عليه محاصرة، بطبيعة الحال معناها هي أقرب الناس معناها باش تضعف وباش ربما باش تغلق وباش تلتجي إلى أساليب أخرى. فمرة أخرى نحب نشكر كل منها المتداخلين معناها إعداد هذا الملف معناها ضيوف سواء من تونس أو خارج تونس، وكل ما تمناها أنكم بطبيعة الحال معناها في الآخر باش معناها تتوصلوا إلى معناها أنه تكون ثم ورقة عمل أو توصيات أو حلول معناها إن شاء الله نعمل معناها بها جميعا باش ننقذ ما يمكن إنقاذه، مع تحياتي مجددا إلى كافة الحضور
وبطبيعة الحال منها الأخ محمد الأخ الحبيب هو باش ياخذ منها الكلمة ويرحب بكل الإخوة الممثلين سواء من جمعيات أو منتدأ أو من نقابات أجنبية، وكل ما تمناه لكم التوفيق وربي منها يخرج سالمين من هذه الأزمة وإن شاء الله ديما منها بلادنا بخير وشكرا. إذن بعد كلمة الجاه المضيفة الكلمة الآن للأخ حبيب الأحزابي كاتب عام جماعة النسيج والملابس والأحذية الجهة المنظمة في هذا النشاط الجزئي.